صرح مصدر أمني أنه تم ضبط 8 أشخاص بنطاق محافظات الإسكندرية والجيزة والفيوم والسويس أثناء قيامهم بتحرير توكيلات مزورة لصالح أحد المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية ووضعهم توقيعات عليها للادعاء بأنها صادرة عن مكاتب الشهر العقاري. وقد عثر بحوزتهم على 596 نسخة من التوكيلات المزورة خالية البيانات، كما تم تحديد وضبط صاحب المطبعة التي قامت بطباعة التوكيلات المزورة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وعرضهم على النيابة العامة.